ففي لقاء بين المفتي الأسبق الشيخ محمد الأمين الحسيني وطائفة من أبناء وطنه فلسطين، سئل رحمه الله كما هي العادة إذا ما التقى به بعض أبناء وطنه السليب، سئل متى نعود إلى فلسطين؟ قال: إذا عدتم إلى الله عدتم إلى فلسطين. وإذا سأل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض اليوم متى تعود إلينا فلسطين، فالجواب هو الجواب: إذا عدتم إلى الله عادت إليكم فلسطين. وهذا الجواب إنما هو مستقى من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخرج ذلك أحمد وأبو داود من رواية ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة منكم من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا عدنا إلى الله جل وعلا أعاد الله تبارك وتعالى علينا وإلينا ما سلب منا، وإذا ما لج بنا بعدنا عن ربنا فقد منا ما في أيدينا.